قلنا يوم أمس نقلا عن صحيفة صباح المقربة من الحكومة التركية، فإن المحققين الأتراك أطلعوا رئيسة الاستخبارات الأمريكية المركزية على تسجيلات صوتية وأدلة تثبت مقتل جمال خاشقجي هنا داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول. وهذا الأمر يعني أن تركيا بدأت بمشاركة ما لديها من معلومات مع واشنطن أولا وكذلك مع الرياض، باعتبار أن ما صدر اليوم عن النائب العام السعودي قال إن نية القتل كانت مسبقة ومخطط لها لدى فريق الاغتيال الذي وصل إلى اسطنبول، وذلك بناء على معلومات جديدة حصل عليها النائب العام من خلال الفريق الأمني السعودي التركي المشترك الذي يعمل في التحقيق حول قضية جمال خاشقجي. اليوم ينتظر أن يصل فريق من المحققين الأتراك مع نظرائهم السعوديين إلى مقر إقامة القنصل السعودي محمد العتيبي لفحص وتفتيش بئر قديم يقع داخل مقر إقامة القنصل لم تسمح الرياض بتفتيشه خلال تفتيش المقر للمرة الأولى. نعم حسين، ما كان لافتنا الأمس هو الإعلان عن مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كيف علقت الصحف التركية على هذه المكالمة؟ ربيع، يعني إذا نظرنا إلى صحيفة يعني شفق على أقل تقدير وهي إحدى الصحف المقربة من حزب العدالة والتنمية، هي نشرت ما معناه أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي بقي في وضع صعب اضطر لمخاطبة ومكلمة الرئيس رجب طيب أردوغان للتباحث في هذه القضية. ولكن هناك أيضا صورة أخرى داخل الصحيفة وهي هذه الصورة التي نشرت لصلاح خاشقجي مع ولي العهد السعودي. قالت الصحيفة لا فرق بينه وبين صدام والأسد في إشارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هذا على الأقل من خلال الصحافة المقربة من السلطة. ولكن المكالمة الهاتفية التي أجريت بين أردوغان وولي العهد السعودي بناء على طلب من محمد بن سلمان، هذا ما تقوله الصحافة التركية، قد ينعكس بشكل أو بآخر في سير التحقيقات وفي نتائج التحقيق. تركيا تقول إنها بحاجة إلى تعاون شفاف من الجانب السعودي للوصول إلى جثة جمال خاشقجي وأيضا المتسببين والمنفذين ومن أعطى الأوامر. وبالتالي كلمة ولي العهد السعودي يوم أمس كانت تشير وبشكل ما إلى أن المكالمة التي جرت بينه وبين أردوغان صارت بشكل إيجابي. حسين أسد مراسلنا في اسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.